كابتن عبد الجليل، بدأنا نسمع كلمة السرية في تدريبات الأهلي، السرية في تدريبات الزمالك، ده لازم في ماتشات القمة كده طبعا. قبل ماتشات القمة. أنا خلاص الناس نسيت ماتش العودة بتاع أفريقيا. لا ما أصل خلصان يعني، هو كل التركيز كله دلوقتي على الماتش اللي جاي بتاع السوبر، وده حدث ما بيحصلش كتير يعني، حصل آخر مرة سنة 94. هي مرة الوحيدة، مش دي المرة الوحيدة، بيقولوا على عقدة 30 سنة. عقدة ال 30 ما بليغ عنده أمل تستمر عقدة ال 30 سنة. لا عقدة مع عمال الوقت يقرب أهو، أنا مستنيهم أقسم بربي. هتعمل إيه؟ هيتهرسوا. هيتهرسوا؟ ليه يا كابتن عبد الجليل؟ آخر ماتش مين؟ آخر ماتش مين فايز؟ أنا بتكلم الأستاذ. آخر ماتش مين اللي فايز؟ ليه؟ آخر بلا أول. آخر ماتش مش الزمالك اللي فايز. مفيش انتباه خالص على الجيل. آخر سوبر مش الزمالك اللي فايز. أنا بتكلم كورة. مفيش انتباه. انتباه لمين؟ أنا بتكلم كورة. يعني إيه كورة مش فاهم؟ الماتش الأخير. لا الكورة مالهاش دعوة. ما تخوفوش. لا بخوفه ليه؟ اسمعوا. الكورة مالهاش دعوة. لو سمحت سيبنا نتكلم. أنا بتكلم عن نتائج يا كابتن. اتفضل يا كابتن. نتائج إيه؟ آخر ماتش الزمالك فايز وآخر سوبر الزمالك فايز. الزمالك اللي في أفريقيا. اللي هو في كينيا يعني. لو جرماهيا والشرطة الشرط مش شرط يعني، هو ده الاهلي مثلا يعني. يا بابا استنى. حاضر. سرعه يا كابتن التحرك والخفه بتاعت الريتم. تقصد الريتم؟ برافو عليك. ايوه كده الحقني انا عايزك. ايه هو ريتم ليه؟ عشان الاهلي عنده تيم. دورك هيجي. اديله فرصه. ايه دورك هيجي؟ لو عديت اول نص ساعه في الماتش ده من غير اتنين او تلاتة والله العظيم ممكن تصمم. كابتن انت بتتفرج غلط على فكره. ال 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 الزمالك ريتمه بطيء جدا الفتره. مش مشكله عادي، ما كان ريتمه بطيء. ما كان ريتمه بطيء وكسب عبد الجليل فنش الدوري ازاي مع الاهلي الماتش الاخير. لا سيبك من ماتش الاهلي. سيبني ليه اشمعنى؟ سيبني ليه؟ انا بكلمك على الحاله بتاعت الاهلي الفتره الجايه وحاله الزمالك. وانت حكمت على الماتشين مش عارف. هو كده بدايه الدوري بتاع الشرطه وبتاع جرماهيا. ما هو بدايه الدوري هم دول يعني. قيمت الاهلي والزمالك عليهم هم. قيمت ان فاضل 10 ايام ولا 5 ايام ولا 6 ايام هيلعبوا بعض. انا بقيس حاله الزمالك في لعيبه مش موجوده كانت حتى في مركزها يعني. زي شحاته لعب في مركز مش مركزه. في لعيبه زي دونجا بعيد عن مستواه. في لعيبه انا مالي بعيد عن المستوى اللي رايح. بقول لك مش هتقدر تستنى لاعب السوبر لما يرجع له مستواه. بقول لك ارجع تاني. ماتش السوبر اللي كان في السعوديه الاهلي كسب فيه فاكره؟ الاهلي كسب فيه. ماشي. كاس مصر قصدك؟ نهائي كاس مصر اللي كان في مارس. صح صح. ده كان ده يعني دي يعني معلش مع احترامي ده شكل فرقه تاخد بطوله في الماتش ده. الفرقتين اصلا يعني مش ما كانش الاهلي لوحده يعني. ايه وكان الايه شوف التيم النادي الاهلي كان مدجج بمين؟ يعني اجمد اللعيبه اللي موجودين في مصر كلهم مظبوط. والزمالك يا عيني ما فيش حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ 1-0 ماتش عكك كروي. لا صفر. يعني درجه ثانيه. يلا 2-0 2-0 امام عاشور وقفشه. ما هو مش لسه جول اولا عشان اوفسايد. الشمس مش هتروح من قفا الفلاح. ده ساعه الطل مره يا حبيبي. هو الماتش يوم ايه يا كابتن؟ يوم 27 سبتمبر. طيب احنا هنعمل ديل مع بعض دلوقتي. ايه دخل ده بالتحليل؟ ده جزء من التحليل الفني. الشمس مش هتطل من على قفا الفلاح. هو الطبيعي 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 يعني ساعه الطل ايه؟ مره يا حبيبي. ما هي الطل دي اللي هو يوم الماتش. طب اقول لك حاجه يا عبد الجليل. طيب السرعه بتاعت لعيبه الاهلي بجد يا كابتن. سرعه الفتره اللي فاتت. بص يا ريس يا ريس يعني الطبيعي النادي الاهلي لو ما كسبش الماتش ده اللعيبه دي تتعدم. هو ده الماتش بتاع السعوديه. ده لو ما كسبش يعني ومش هيكسب. انهي ماتش كوره يا كابتن؟ لا ايه انهي ماتش؟ ماتش السوبر ده. ليه النادي الاهلي موفر يعني اجمد لعيبه في افريقيا مش في مصر كمان. بيجيب منتخب ناس حد. بيجيب ما جبناش حد يا عم الحاج. عطيه الله بس. واشرف داري لسه ما عرفش. لسه عبد الجليل في دوري تاني. رجعت مره لسه انا اللي بشوف. لسه ما لعبش يعني. لسه ما لعبش. ما لعبش. اشرف داري انا هحكم على اللي منتخب المغرب ده جاي منتخب ايه؟ مالي منتخب المغرب ده كان جاي منتخب هنا الله يرحمه وقعد الكابتن وعمل له طابور شرفي لغايه صلاح سالم ما جابش كره. انا ليا على اجوجا الله يرحمه فاكر كان عليه شنه ورنا. شنه ورنا في ايه؟ وما جابش كره. ومودست. شنه ومودست. لا 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 لا. وبرونو سافيو. مودست احنا بصينا عليه على الاطلال بتاعته. على وسام ازاي؟ كابتن بشير يقصد ان دي اسماء احنا عارفينها يعني. اشرف داري سردباك منتخب المغرب في كاس العالم. يعني انت معلش برضه يحيى عطيه الله باك ليفت منتخب المغرب. قصدي بشير انه الناس دي كابتن بشير يقصد الناس دي احنا شفناها. فحتى لو ما شفتوش مع الاهلي لسه جاي بس انت عارف انت مين. انا عندي كفايه يعني حتى لو داري ما لعبش ما هم موجودين بسم الله ما شاء الله. مين اللي موجودين؟ وياسر و امال جبتهم ليه طيب؟ دول جم ليه؟ الخير خيرين. لا عطيه الله المشكله يا عبد الجليل. يا عبد الجليل ركز ركز. النادي الاهلي مش محتاج ده. ما يجيبهم ليه؟ بملايين ليه؟ يا ابني انا داخل خمس ست بطولات ما لازم اجيب. يبقى انا محتاجهم بقى. ما دي بطوله منهم يا عبد الجليل. انا ممكن العب من غيرهم. العب من غيرهم. ولو لعبت بيهم ايه المشكله؟ ومن غيرهم العب من غيرهم. ما هم لعبتك والاعتراض فين؟ انا مش فاهم خالص. هو بقول لك يعني احنا كده كده مش عايزين حد.
اصل انا عايز اقول له ان انا يعني بتوع الكابتن عبد الجليل إيه؟ دول مش عاوزين حد بيت لعيبتك خلاص. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول له يعني زي احمد عبد القادر كده يقول لك ما ملوش لازمه ويمشي لغايه دلوقتي نفسي اعرف وجهه نظره ما لسه ما وصلتش مش عارف مش عارف هو ممكن يقولها لك كل ما يقول كلمه تك 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 ما هو انا ما بياخدوني يمين وشمال انتوا مالكم متحفزين علي بس احنا كنا بنتفق عليك بره بنفهم بس بنحاول عشان نفهم. عشان من انت اول مثلا بتاع اول كلامك بتقول وربطتهم بالكلام اول كلامك بتقول ان هيبقى ماتش الاهلي ضامن فيه الفوز وحاجات والله كده. العظيم حتى اصحابي الزمالكاويه بيقولوا احنا املنا في ربنا بس ونعم بالله وانت بالزمالكاويه ودي حاجه قليله يا كابتن يا جماعه طب قولوا لي طب نلعب باثنين ديفندر وانت بالزمالكاوي نلعب بواحد ورا بقول لك بالزمالكاوي انت زملكاوي الزمالك ايه لعبت وتشرف يبقى زملكاوي وقعد وبروح وبتاع بس الكوره مالهاش دعوه بالزمالك انا بكلمك كوره عارف لو الزمالك فايق إيه؟ لو انت زملكاوي ولا اهلاوي لا اه طب زملكاوي ازاي هو بيقول لك انت زملكاوي لا وبيقول لي انت لعبت في الزمالك لا بقول لك لا انت ما اقولش انت مفنش في الزمالك ايوه مفنش حاجه ايوه وميولي ايه طب ما طارق السعيد مفنش الاهلي محدش يقدر يشكك في طارق السعيد طارق زملكاوي طبعا الاهلي والله مش عايزين ندخل احنا مع الناس اللي موجوده طبعا مفيش خلاف طيب نتكلم كوره نتكلم كوره الاهلي والزمالك مين الافوى دلوقتي افوى في ايه هنقول لي ماليش مقاييس وملهاش مش عارف ايه صح بس دي بامانه ماتشات القمه معودانا على كده طب اكتب طب اسالك اشرف قاسم هنا وبرهاني رمزي هنا حماد عبد اللطيف هنا وطاهر بزيت هنا طب ممكن اسالك سؤال هنا وجاب مش عارف حسام حسن في زي بعض قليل يعني الفرق مش طب ممكن اسالك بص اتفضل اخش انا وقت مستقطع الماتش بتاع الدوري اللي هو كان في شهر 5 اللي فات 5 ولا 4 مش فاكر اخر ماتش الزمالك بطل لا اخر ماتش بينهم يعني الزمالك اللي هو الدور الثاني لو تفتكر ايوه والاهلي بالنجوم ويعني كان الاهلي افوق من نفس وجهه النظر بتاعتك اللعيبه هنا واللعيبه المنتخب مصر كان فيه قبليها بكام يوم شهر مارس 80 لعيب شهر مارس 80 لعيب اه كابتن عصام قيمته كانت 90 عادي ده عادل لنا احنا مش بص مش لا مفيش حاجه والله خالص والله خالص يعني لعيبه المنتخب كلهم كانوا من النادي الاهلي او معظمهم يعني والصدام اللي كان بينكوا الواحد بس حسن عشان لعبوا في ماتش لو تفتكر الفاينل بتاع البطوله اللي في مصر ده الوديه مع كرواتيا كل الكلام ده والزمالك كسب 2-1 رغم ان الاهلي الدور الماتش الشوط الثاني مثلا احسن طبعا وده اجوان وسيطر بس الجزيري لحظه الجزيري الكره دي احنا قلنا رفع رجليه لو تفتكر الجزيري جاب الجول فاذا المعيار الفني ربما يتحطم في ماتشات القمه ده كان ماتش استثنائي زي الدوري الاستثنائي تقول الكلمه عكسها دلوقتي لسه حالا كنت عايز اوقفك بقول لك كره استثنائيه الماتش ده بتكلم دلوقتي على ماتش الاهلي انت واثق بنسبه كام في الميه من فوز الاهلي بامانه اقسم بربي 98 ولا 99 طب انا لايحك خالص بقى 99.9 يا ريس كابتن باين الريتم يا كابتن باين انا عارف الاهلي في اول الموسم بيبقى عامل ازاي انا عايز اقول بس حاجه يا ريس بص بس دي مش شماعه ولا حاجه احنا لو فريقنا حتى خسرت احنا مش زعلانين الفرقه دي ما اتدعمتش ولا اتعمل لها حاجه ولا جالها ايه انا بقول لك بص ازاي مش في سبع صفقات يا ريس مش في سبع صفقات من الزمالك من الاهلي ما اتدعمتش ايه مش في سبع صفقات لا لا لحظه بس في بنتايج محمود بنتايج اللي هو الباك ليفت وفي فرج اللي هو الفرويد الفلسطيني عمر فرج وفي بقى ماشيلاك ماشيلاك مشلان الوينج يا ريس دول مين وفي محمد حمدي لصفقات النادي الاهلي في احمد محمود رجع وفي حسام اشرف رجع مش دي لعيبه لحظه بس مع احترامي برضو للناس حسام اشرف والنادي يا ريس الماتشات دي بتبقى عايزه لعيبه كبيره تقيله في الملعب ومشيلاك ده مش كبير مين مشيلاك البولندي الوينج مشيلاك مين يا ريس مشيلاك اللي جابه مين انت 48 ساعه فاتوا يعني جايبه مضطر جايبه يعني عشان بس ايه شكل عثمان ومانو بس جه وهيلعب واتمرن عثمان ومانو جه من الطياره برضه ده اخر ماتش عمل ايه عثمان ومانو لما جه يا باشا هاتوا لنا جوان الماتش ده بنتكلم على عبد الله السعيد اخر ماتش اول ما جه مع بيراميدز عمل ايه وعبد الله السعيد اللي يعني اللي البطوله اللي متاخره بتاعته اللي هو اول ما جه في الزمالك برضك كان جاي على امل انه يحقق بطوله وكان نصوب فالبطوله المتاخره اللي عبد الله السعيد ما قدرش يحققها في بدايه قدومه ممكن يحققها مع الموسم ده ان شاء الله يعني عبد الله السعيد يقدر يحقق شايفينه دلوقتي اه طبعا هو بيبقى كويس وكويس يعني خلي بالك طبعا عليه سكر دلوقتي حلو وهينقذكم طبعا عشان الصفقه وحشه وما عملش حاجه ده ما عملش حاجه السنه اللي فاتت يا كابتن بطوله الوعد المتاخر لعبد الله السعيد ان شاء الله والسنه الوعد المتاخر لعبد الله السعيد من البدايه هيجيب
هيجيب يعني وهيحقق وعده اللي هو كان بين موسم الحاج قصيده دي ويقود الزمالك للفوز والحفاظ على عقده التلاتة. القصيده بتاعت نزار قباني للوعد المتلاحم بليغ قباني بليغ. واحسب بقى برضك انجاز شيكابالا كام جيل، اربع اجيال برضك ولسه يعني موجود في انجازات كتير هتبقى في الماتش. يعني الزمالك انت واثق ان الزمالك هيكسب ان شاء الله؟ مش عارف مش حاسس ان شاء الله. انا بقول حاجه، انا قلت لو لا قدر الله كان في المية. انا مختلف مع الكابتن بشير في حته، لا في الزمالك فيه عناصر قويه بيقول طبعا مش عناصر، لا فيه عناصر قويه في الزمالك. أيوة. ولو واقف على رجليه في الملعب ولو ما وقفتش في الماتش ده الزمالك هيعاني كتير طبعا، لكن الزمالك ده نقطه فاصله بالنسبه له، اهم ليه الماتش ده من الاهلي طبعا، ودوافع لعيبه الزمالك المفروض تبقى اهم حاجه في الزمالك مش اللي انت بتقوله ده بالنسبه للزمالك. الماتش ده انا قلت يفرق يا ريس والله ما ده اهم حاجه. ايه اهم حاجه؟ اهم حاجه جوميز يحط التشكيل ازاي وتغييرات بس كده يعني يعني هو لو لعب وفتح نص الملعب ولعب بباك ليفت عمر جابر زي ما بيعمل كده، وعنده بنتايج وعنده محمد حمدي ما لعبهمش ولعب عمر جابر وحط شحاته في اليمين والفيلم اللي بيعمله ده هيعمل له مشكله. والله انا برضه شايف الماتش لعيبه ده اكتر، انما لو لعب بشكل صحيح ايوه معاك صح يعني عمر جابر بيلعب باك رايت، حمدي بيلعب باك ليفت، حمدي او الراجل المغربي ده. بص يا ريس يعني افتكر بس ماتش حمدي ده اللي يلعب كويس، ماتش الزمالك اللي كان في كينيا ال 11 اللي كانوا موجودين، وافتكر ماتش العوده ال 11 اللي موجودين، وافتكر ماتش السوبر ال 11 اللي هيلعبوا. ايه بقى استاذ عارف يا استاذ سبانه؟ هتلاقي في تغييرات هنا وهنا وهنا هتشوف. بص يا استاذ سبانه، بص على نص الملعب يعني التغيير الطبيعي الصحي المفيد هيبقى في لعيب او اثنين، ده طبيعي، انما اكتر من كده يعني انت متوقع يبقى اكتر من كده؟ اه طبعا، هو معودنا على كده من السنه اللي فاتت. حاجه يا استاذ سبانه، بص على نص الملعب البطوله دي ستشهد ميلاد ان شاء الله، ميلاد لعيبه مميزه للزمالك. خلينا نسمع بس ناصر ماهر، انا بكلمك على نص الملعب هنا ونص ناصر ماهر وعبد الله ووراهم دونجا. ناصر وعبد الله لعيبه كوره بس ما بيدافعوش كويس، مفيش غير الكفحتاجي. ناصر اسمعني بس، ناصر ما بيدافعش يا عم، اسمعني بقى اسمعني بقى، انت كنت مدافع بقى لما اكلمك في الهجوم والحتت دي، انت بتتكلم غلط. عبد الجليل ناصر بص الناحيه الثانيه، ناصر ماهر يقصد. ايوه انا واخد بالي، ما بيدافعش ازاي؟ ايوه مش زي ناصر بينزل ال 18 عبد الجليل يا ابني، ما لا هو ولا شحاته في نص الملعب جنب دونجا بس كده شحاته دفاعيا. لا هسالك سؤال، لو انت يعني نص ملعب الاهلي مثلا ايوه مروان واكرم توفيق وامام امام، طب ايه ثابت ومستقر مروان واكرم وامام اللي بيميل شويه للهجوم امام، ومروان بيبقى ثابت في الدايره، واكرم بيقفل مع مروان شويه وساعات يزيد حسب سير الماتش. ستاره جامده. طب الزمالك الافضل بقى في رايك يبقى دونجا وجنبيه شحاته ومعاهم عبد الله او ناصر، صح كده، ولا دونجا ومعاه عبد الله وناصر؟ دونجا وعبد الله وناصر ثلاثه ضد الاهلي؟ اه دونجا وعبد الله وناصر، دونجا وعبد الله وناصر. انت بتسال سؤال انا برد عليه فانت ما مش دي وجهه نظر، انا مش عبد الله مهام هجوميه اكتر من كابتن كده. لا هو مش هيركز على عبد الله وناصر، هيدي له جزء برضك انا فاهم يعني، عبد الله هتدي له مهام هجوميه ومهامه الدفاعيه هيبقى عبء عليه برضك لو لعب، وانا هتدي له هجوم ودفاع مع بعض. لا بقول لك انا هفكرك، عبد الله حتى لو ادى له مهام دفاعيه مش هيدافع، عبد الله في الماتش ده مش هيدافع. طب وانت كده بتفتح نص الملعب، عبد الله مش هيدافع وناصر مش هيدافع، انت خليت عبد الله يعني عملت عبء كبير عليه برضه. في طب وناصر ماهر الاثنين هيوقفوا، الاثنين يوقفوا لعبد الله يا ريس. طب وناصر ماهر هياخد مهام ايه؟ يعني مش فاهم. ناصر ايوه ناصر هيلعب ديفندر تاني رقم 6، يعني هيهاجم اكتر وتستغل تمريراته وان هو راجل بيخترق وبيشوط واثنين يلم وراه. انت هتاخد ناصر، ناصر هتاخد هتدي له مهام هجوميه اكتر ولا هتدي له مهام دفاعيه مع دونجا؟ لا هدي ناصر مهام دفاعيه مع دونجا؟ اه هسيب عبد الله يلعب فري قدام الاثنين. طب ما احطش حياته بقى طالما انا عايز واحد. لا 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 طالما عايز واحد شحاته يعني هاخد منه حاجه واحده بس، الحته الدفاعيه البحته، لان شحاته برضو لو طلعت عبد الله يبقى محتاج شحاته فعلا، لو عبد الله هتخليه فري انت يبقى انت محتاج شحاته اكتر. لحظه بس، لا ليه بس، ما هو ماتشات النادي الاهلي في الحاجات دي كده انت محتاج برضو يعني بصير حتى يوصل حاجه، مش واحد مثلا مدافع صريح في الحته دي يوصل مين؟ مش لو جات له حاجه يا ابني اللي بيمسك نص الملعب في الماتش ده هو اللي بيكسب. انت عارف انت مسكت يعني نص الملعب اخر ماتش عملت ايه؟ كسبت ماتش ايه؟ كسبت يا دي اخر ماتش، يا دي اخر ماتش، لا حول ولا قوه الا بالله. كان في اخر موسم والدوري خلصان والدنيا خلصانه. لا ما كسبش، نهار اسود، ما كسبش بس في الاخر دي ظروف ماتش، يعني انت ممكن تجيب جول، الزمالك جاب جول في الدقيقه 85 حلو تفتكر بتاع الجزيره، الاهلي ما لحقش يعوض بس الاهلي كان قبلها افضل في نص الملعب. ما هو ده احنا بنتكلم في النقطه دي، خلاص دي ظروف، دي ظروف، لكن انت بتلعب الصح وفي الاخر التوفيق ده بتاع ربنا. بص انا سؤالي اتفضل، انت هتفتح نص الملعب قدام فراودة الاهلي ونص ملعب الاهلي والطرفين، ولا هتقفل وتدي الحريه لعبد الله او ناصر ماهر؟ ربع. ده سؤال. انا لازم ادي الحريه لعبد الله بصراحه،
يطلع عبد الله، عبد الله يطلع اللي عنده بقى، يبقى تلعب بشحاته جنب دونجا، جنب دونجا مكان ناصر. ده ناصر ده عمود فقري، ناصر بيعمل كل حاجه، هيعمل كل حاجه. فين؟ في الهجوم ولا في الدفاع؟ الهجوم في الناحيتين. لا اللي بيقدر عليه. لا ليه يا جليل بس؟ لا لعيب كويس قوي يا كابتن، ما تحملوش دفاعيا كتير، مش هيديك. هو غصب عنه. بص ما تنساش مكانه ايه يا كابتن بشير اصلا. طب اقول حاجه يا ريس، بس ناصر ماهر الماتش ده برضو بالنسبه له يعني خليه حاله خاصه زي عبد الله. هو ناصر ماهر دلوقتي عامل نيو لوك بصراحه، وحاله خاصه ومتالق وفايق وحاله خاصه ماتش بس الاهلي. بس كابتن جليل يقصد انت هتدي له انهي مهام عشان يظهر فيها؟ ما هو انت لو كبلته بالدفاع مش هيبقى ناصر ماهر انت بتتكلم عليه، اللي بيرقص وبيشوط وبيخترق وبيسرح من ورا اللعيبه ياخد اللونج باص. يعني ناصر ماهر بيعمل لما ايه لما عبد الله السعيد يرجع لورا؟ ناصر ممكن يسلم ويخترق، يستلم لما عمر جابر يرجعه بقى ويجيب جول. ولو هيلعب بناصر يبقى لازم عبد الله يبقى انت يرجع. بتزعل لما عبد الله يرجع لورا وبيلعبوا 8 ولا 6؟ هو اصلا حته عبد الله ان هو بيلعب في الحته دي غلط اصلا. هو الراجل اصلا بيلعب بدونجا وجنبيه عبد الله بمهام دفاعيه، وبيدي لنصر الحريه. هو ده اللي هو بيدي لنصر الحريه. وساعات عبد الله طبعا حلو بحكم خبراته، بس بيروح ونصر يقف بيزيد. لما بيروح واحد بيقف، مش الثلاثه هيروحوا؟ لا طبعا. طيب الاثنين بيروحوا يا كابتن، الاثنين اللي هو ناصر عندهم ميول هجوميه. ناصر ايوه غصب عنه. ايوه ناصر بيزيدوا بيسيب دونجا لوحده. طيب ايه المشكله؟ انت اتفرجت على الماتش اللي فات؟ دونجا الفترة الأخيرة عامل ازاي؟ في نص الملعب دونج عشان دونجا كان لوحده. عامل الفترة الأخيرة ازاي؟ راجل مرجع عبد الله. دونجا عامل الملعب. رد عليا. طب أنا كويس بس ما يقدرش على الأشاوس التلاتة. التلاتة كفحتك. أنت عارف أكرم. يا عم احنا فرقة ما عندناش فكرة جديدة. احنا راضيين بيها، احنا راضيين بيهم. لا لا مين اللي ما عندناش فكرة؟ مش بنضغط. أنت عندك أسماء. أنا أقول لك حاجة. خد بالك أنت عندك لعيبة. أنا عندي شايف الأطراف السنة الماتش دول أكتر من نص الملعب، النص الملعب مقفول هيبقى، وزي الكابتن اللي هتبقى الحلول هتبقى